واعتقد ان اللجنه الخماسيه حتى خدت الدوري ده. بمناسبه الارقام والخسائر الماليه، انت بتتكلم النهارده مثلا مجله كيكر الالمانيه نشرت ان في 13 نادي محترف في البوندسليجا وفي الدرجه الثانيه مهددين بالافلاس. طبعا منهم اربعه في الدوري البوندسليجا، دوري المحترفين الدرجه الاولى. طبعا طبعا طبعا، تخيل عدد كبير جدا. وعلى فكره الارقام دي ما جاتش كده بتقارير. لا احنا عندنا بقى انديه في الدرجه الثالثه والدرجه الرابعه مش بافلاس، يعني الناس مش هتلاقي تاكل، اللعيبه نفسها ما بتاخدش مستحقات حتى يعني والدوري شغال. يعني الحقيقه لا، اللعيبه مش هتلاقي تاكل، الناس مش هتلاقي تاكل. الحقيقه هنا برضو لازم نقول انه في مبادرات كتيره طلعت، في مبادره من اتحاد الكوره. ايه مضمونها؟ هي دعم انديه الدرجه الثالثه والرابعه وانشاء صندوق. والمهندس انا بريده طلب بانشاء صندوق كوارث عشان الرياضه المصريه تتعامل مع الموضوع ده، وتعامل مع المواضيع دي، لانه فعلا الحقيقه الانديه دي ما عندهاش اصلا دخل، يعني هي اصلا ما عندهاش دخل. فانت لما تلغي نشاط المرتبات اللعيبه والحاجات دي، اللعيبه بتاخد 2000 جنيه اللي هو اصلا حتى لو الدوري شغال بتبقى عندها مشكله. بالظبط، عندها مشكله اصلا. يعني هقول لك على مثل مهم جدا، نادي اسوان في الدوري الممتاز بتيجي عليه اوقات ما بيلاقيش ثمن تذاكر الطيران عشان يجي من اسوان للقاهره عشان يلعب مباراه. مظبوط. فده نادي اسوان اللي بيلعب في الدوري، اللي عنده حقوق رعايه في الدوري وعنده، فانت بتتكلم على وعنده ملعب. فما تقوليش كيكرز لا انا اصل الرقم في المانيا خد بالك صادم. انت بتتكلم اربع انديه في البوندسليجا مهددين بالافلاس، نتيجه ده انت عمليه جرد تمت ما بين الرابطه مع الانديه عشان كل نادي يشوف وضعه ايه. الانديه الكبيره في المانيا عملت زي مبادره وهتاخد جزء من دخلها تديه للانديه الصغيره عشان ما تفلس. يعني برضو خلينا نكون الجزء اللي هو تم استقطاعه من رواتب المدربين واللاعبين بالنسب هيساعدوا بيه، هيساعد بيه بالظبط كده. احنا طبعا الكلام ده يعني مش عندنا يعني، ويعني ما شفناهوش. نفس الامر فعلا، يعني انت بتتكلم في جزئيه كان ليها علاقه حتى بليفربول. يورجن كلوب كان زعلان ومتضايق جدا بفكره ان اداره النادي خدت قرار ان العمال والموظفين ياخدوا من الحكومه البريطانيه كبطاله جزئيه، تعويضا على فكره ان النادي مش هيقدر يسدد القيم الماليه 100% للعمال والموظفين. فاللعيبه لما وافقت على فكره ان هي تخصم من مرتباتها وافقت عشان يروح للعمال الموظفين. ولاعيبه برشلونه وافقوا ان هم يخصموا 70% من الرواتب بتاعتهم عشان يسدد مرتبات الموظفين، وقالوا لو ده ما كفاش مرتبات الموظفين احنا هنكمل تاني عشان الموظفين ياخدوا 100%. الحقيقه هو فيروس كورونا بقى اظهر جانب اجتماعي رائع في العالم كله، في اوروبا وفي العالم، في اوروبا وفي العالم، وبرده في مصر الحقيقه اظهر برده جانب اجتماعي رائع. يعني الحقيقه ما كنا نتمنى يكون في مبادره بدري عن كده شويه. طبعا صح، طبعا طبعا، بس الحقيقه يعني ان تاتي متاخرا افضل ان لا تاتي ابدا. تمام يعني عارف عندنا ما كانوش بيجوا ابدا يعني خالص.